صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير للكل. رح يطلقوا اليوم سراح يتار، خبروني من شوي انهم اثبتوا براءتها. الف الحمد لله، كان هذا هو همنا الوحيد. وقت اللي بيجي فرهاد ما بدي هذا الموضوع ينفتح قدامه، عم تفهموا؟ ليش يعني؟ لانه انا هيك بدي يصير اختي، اصلا عنا مشاكل كتير مناقصنا وجع راس. بتمنى تعملوا مثل ما قلت. مبارح بيتنا تعرض لهجوم كبير كتير، ولهلأ ما منعرف مين هنن اللي هاجمونا وإذا رح يلاقون ويحاسبون. إيه بس حضرتك مشغول بالك بيتار. آخ لو أني كنت بالبيت وقت آخ كنت فرمتهم كلهم واحد ورا التاني. تاك تاك تاك. منيح ما كنت هون جنيد. ما تاكل هم القصة خالي، تمام؟ رح أعرف من بيكونوا حاسبون على هالشي. اللي هاجمونا رح نقدر نوصلهم ورح نعرف نتصرف معهم يا أختي، منيح هيك؟ صحيح يا خالي، أكيد أكيد خفتي كتير حبيبتي. جنيد روحه. سكوت. شو هاليتار هي؟ كأنه العلاقة يلي بينه وبين نامك غريبة كتير، ما هيك؟ شو عابدين وين راح؟ وين بده يكون هندن خانم؟ وين راح برأيك؟ أكيد راح يخبر جولسوم بالمفاجأة. عابدين ما في مثله أبداً، عنده قلب مثل الحديد وبيعجبني كتير. قبل إنه يتبنى ولد ما بيعرف مين أبوه، أنا شخصياً ما بقدر أعمل هالشي. مو أنت الرجال اللي بيقدر يحكي عن عابدين جنيد. حبيبتي بتوقع أنك متوترة هالفترة. شو صاير لك؟ يمكن لأنه تركتي المشروب صرتي ما عم تعرفي تحكي. لفكرة كل ما بدي أسألك بينفتح غير موضوع. فرهاد وأصلي كيف وضعهم؟ مبسوطين كتير وبيسلموا عليك جنيد. الله يسلمك ويسلمون. لو سمحت قوم من على الطاولة لأنه إيدي ورجلي صاروا يرشفوا. ايه منيح كتير حبيبتي، كتير منيح. اهدي شوي حبيبتي، اهدي شوي، لا تخافي، هي مشكلة كل المدمنين بترجف إيديهم ورجليهم. طلعي فيني؟ خير، شو صار لك؟ اصحوك دايمي وألف صحة. لا تزعلي من عابدين هندان خانم، هو نيته صافية وطيبة. زعلي من اللي عم يستغلوه، وبرأيي بأول فرصة لازم توقفيهم عند حدهم. كيف رح أقدر أعمل هالشي؟ أنت شايفة كل شي، وكل شي عم يصير من تحت رأسها ليتار خانم. وهي شو ما عملت نامق عم يضل يشفق عليها وما عم يعمل معها شي أبدا، وهي عم تستغل كتير منيح طيبة قلبه. ايه أعطيني من الآخر شو بدي.